بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب محاضرتنا لهذا اليوم هو تصميم اللاندفول. بالبداية ناخذ تأثيرات المناخية على تصميم اللاندفول وعلى موقع التمر الصحي. عندنا الرين والإيفابوريشن والتمبرتشر والوايد دايركشن، هاي كلها تقريبا يعني أغلبها من العوامل المناخية اللي قد تؤثر على تصميم الديزاين سبيسيفيكيشن لسانيتري لاندفول الانفراستراكشر. وايضا كلش مهم انه انا اعرف ليش، لانه قلت لكم مثلا انه مثلا فرضا عندنا الامطار اذا انا ما ماخذ احتياطاتي في عمليه التغطيه، هذا تلاحظوا هنا مثلا في عمل لايننج وعمل شبكه صرف، انه شلون اتخلص من المياه بحيث ما ابعدها عن انه توصل الى السيل او الخليه اللي طامره بها عن النفايات حتى لا تسبب لي مشاكل، واحاسب حساب التغطيه بصوره جيده وايضا الحسابات التصميميه الاخرى حتى اتجنب انه يفشل الموقع التمر الصحي معي. الكالكوليشن اوف نيسري فوليوم، هنا عشان احسب الحجم المطلوب بالنسبه للموقع التمر الصحي. اشياء مهمه انه اعرفها، متطلبات مهمه. اولا هو توتال برودكشن، ايش قد انا عندي الجنريشن ريت من الام اس دبليو، الكفرج كولكشن اللي هو الكريتيكال ديزاين كونديشن تو ريسيف 100% اوف ويست برودوس، والثلاثة دنسيتي اوف ستابلايز، كثافة للستابلايز ام اس دبليو عند مانيوال سانيتاري لاندفول، وايضا الاماونت اوف كفر ماتيريال، ايش قد نسبة يعني حجم التغطية او كمية المواد اللي استخدمها للتغطية in the compacted volume of MSW. بالنسبة للفوليوم of solid waste ناقصة بارامترين كلش مهمة اللي هي الديلي والانوال volume of compacted stabilized MSW للنفايات اللي انا حضمرها، فجدا مهمة انه اعرفها. بالنسبة لحساب الفوليوم اليومي من النفايات والموقع اللي يكون جاهز لموقع التمر الصحي او لعملية التمر، الفوليوم الجديد يساوي لنا الدي اس بي على الدي اس دي ام اس دبليو. الدي اس بي طبعا هو عبارة عن الكوانتيتي للكمية النفايات اللي منتجة يوميا بالكيلوغرام بير داي، والدنسيتي هو او الدي ام اس دبليو هي عبارة عن كثافة النفايات اللي انضفت مؤخرا، يعني اخر شيء يسموها اللي هي ريسنتلي كومباكتد ام اس دبليو من 400 الى 500 كيلوغرام بالمتر مكعب تقريبا، وبالستابلايز لاند فول عندما تستقر داخل الخلية مال لاند فول من 500 الى 600 كيلوغرام بالمتر المكعب الواحد. هذا اللي يخص القانون الفوليوم ديلي اليومي. بالنسبة للفوليوم كومباكتد انيوالي ايش قد يساوي لنا؟ الفوليوم الديلي مضروب في 365 يوم، هاي خلال سنة، ذاك خلال يوم، هذا خلال سنة. بالنسبة للكبر ماتيريال اللي قلناها أكثر من مرة إنها مواد التغطية، فهي عبارة عن الكومباكتد انيوالي الفوليوم السنوي، الفوليوم السنوي مضروب في 20% إلى 25%، هذا الشيء يطلع لي حجم مواد التغطية، إذا هي تشكل 20 أو 25% من حجم الكومباكتد انيوالي الفوليوم الكومباكتد انيوالي للـ MSW.